فيها قصة غرام ما دخلها ملاقين أمن أنساها عن كل عيب يجيها دريتها من سوى ظن المقاريب ومن هرجة الرعى العلوم يحكيها أبعد تشبح الناس عن باشة الغيب عن سمعة اللبه وعن صيت بيها وعشان أبين وش ورا الحب تحديد ومن باب شوفي وقفتي وردتها هرجت بوها هرج وافي قال انت صاحي قلت ولي على البيت ارسل جبال اني لها واحتميها جيتك على وضح النقا قلت وعيد يا عم عندك بنت واطلب يديها الشهر بيني وبينه مواعيد يملك على اللي من زمن يبتغيها نصيبها عنده وبعطيك توكيد مات الرجا فالبنت لا ترتجيها الله يرزقها ويستر عليها.